يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، مش بس بدايه حلقه جديده ومش بس بدايه اسبوع جديد، لكن الحقيقه هي البدايه الفعليه لفصل الشتاء. كل سنه وحضراتكم طيبين. اللي هينزل من بيته او يتحرك، الجو شديد البروده، وطبعا زي ما تابعتوا على مدار الساعات الاخيره اغلب انحاء الجمهوريه يمكن سقوط امطار شديد. كل سنه وانتم طيبين، وعلى الرغم من شده بروده الجو الا انه الاهلي نار الحقيقه. يمكن تابعنا كلنا طبعا، مبروك بدايه طبعا 3 نقاط، ومبروك بدايه كمان العلامه الكامله، وهو الفريق الوحيد في الدوري اللي استطاع من 4 ماتشات انه يجمع 12 نقطه. لكن الحقيقه زي ما قلت لكم، ومحتاج ارجع بيكم مره ثانيه للكلام اللي قلناه، انه بدايه الموسم ده هو بدايه اكتمال التجربه الحقيقيه لمستر موسيماني، وان الولايه الثانيه لمستر موسيماني هتختلف كثيرا شكلا وموضوعا عن بداياته الاولى. ليه قلت الكلام ده من فتره في ومن حتى من قبل ما نبتدي الموسم الجديد؟ لان كل الظروف والعوامل اللي كانت معاكسه للنادي الاهلي بشكل عام والبيتسو موسيماني مدير فني بشكل خاص في الموسم الاخير انتفت تماما. كل الحاجات اللي وقفت في طريق النادي الاهلي وما خليتوش يقدر يحقق كل البطولات اللي شارك فيها اختفت تماما. قماشه النادي الاهلي السنه دي تختلف تماما عن قماشه النادي الاهلي السنه اللي فاتت، والخبره والنضج والمستوى اللي وصلت ليه لاعيبه النادي الاهلي تقدر تقول انه الموسم ده ومن بداياته الروح الفانيلا الحمراء في اعلى مستوياتها. شفنا ده وترجم بشكل فعلي في 4 ماتشات لعبهم النادي الاهلي، وهم سيناريوهين تقدر تبني عليهم وتقول ما لهمش تالت. اما انه الفريق اللي بيلاعبنا هيفتح خطوطه وهيحاول انه يهاجمنا وهيحاول انه يفكر في انه يطمع في النادي الاهلي، فهتكون النتيجه خساره ثقيله جدا. والسيناريو ده اتكرر مرتين، مره في بدايه الموسم مع الاسماعيلي وكانت النتيجه 4، ومره مع نادي الزمالك في 3 مواجهات الموسم وكانت النتيجه 5. السيناريو الثاني انه الفرق هتتكتل وهتحاول انها تلجا لكل الاساليب الممكنه والغير ممكنه، الشرعيه منها والغير شرعي برضه، عشان تحاول تخطف نقطه التعادل وتحاول تستغل حاله التكدس الدفاعي في انها تخرج من المباراه على الاقل بنقطه. وده حصل في مرتين برضه، مره مع البنك الاهلي ومره في ماتش المقاولين، وفي النهايه اثبتت التجربه انه مفيش دفاع ممكن يصمد امام هجوم النادي الاهلي.